ودلوقتي نروح للميا علشان نتعرف معاها على ملخص سريع لأحوال الطقس. تفضلي يا لميا. شكرا يا منى. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حر راطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان شمال الصعيد، وفي نشاط رياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، وده هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 38، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 29 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بعد شوية.